يعني زيادة سعر الدولار، لكن ويقابلها قلة أخذ الفواكه والخضار، وهذا أهم شيء. يعني هم من جديد يعتمدون على التوعية أكثر مما يعتمدون على العلاج. في علاج الضغط، يعني يقول أنا أفهم يجي يقول يجي يشرب يجي يسوي يجي كذا، أفضل من أنا يجي وأعطيه حبايبي وتعال يوم ينسل حباية ويوم ينسل حباية. بس أنا طبيا أشوف لا، لو أنت الخطة إني مش سوى قضية العلاج وقضية التوعية، إن مين إني وصل إلى نفس النتيجة. مخاطر كبيرة أكو بالضغط، يعني أكو بعض الناس يسعى الضغط إلى درجات عالية وما يشعر فيه.